Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat Mal Oustad Mohamed Bokhari. Marhaban bikoum aïzaï al-kiram, azizat al-kirima, tu vis du jadid à la qanatikoum Tarbawiyat Mal Oustad Mohamed Bokhari. Fad la vidéo, inshallah, gadim bdaw furod al-muraqaba al-mustamira al-safiya al-marhala al-oula b'nisbati l'il-mustawa al-khamis ibtidai الدورة الأولى الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للتلاميذ ديال المستوى السادس عندي بزاف ديال الفروض درتهم في القناة رجعوا ليهم كاينين لي ليان في الديسكريبسيون غادي تلقاو جميع الفروض ديال اللغة الفرنسية النشاط العلمي وكذلك الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس كاين فرض ديال الرياضيات مزيان إذا اليوم غادي نبدأ معكم فروض اللغة الفرنسية وبالضبط غادي نبداو بلا كومبريونسيون دو ليكري يعني فهموا المقروء إذن عندنا تكست وعندنا لي كاستيون ديالو غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم صافي دونك بروميرمون غادي نقرا لكم لو تكست وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله دون لا كور دو ريكرياسيون إلي 10 اور لا كلوش سون لي انفون سورت اون كورون اي سو ديسبيرس دون لا كور شاك انفون سور سون غوتي اي سانستال دون ان كوين بور لو مانجي ابري لو غوتي Les filles se regroupent pour faire des jeux de ronde ou sauter à la corde. Les garçons préfèrent les jeux de poursuite, comme cache-cache. Les maîtres circulent dans la cour pour surveiller les enfants. Bientôt la cloche sonne. Oh, c'est déjà l'heure de retourner en classe, criaient les enfants mécontents. C'est bien. D'abord, on va vous expliquer en arabe le texte. Suivez avec moi. Dans la cour de récréation. في ساحة الاستراحة. إلي ديزور يعني العاشرة. لا كلوش سون الجرس صونا. لي زونفون سورت اون كورون الأطفال خرجوا هما كيجريو. لي زونفون حتى ما عندهاش أهنا. خرجوا كيجريو إي سو ديسبيرسي دون لا كور وتفرقوا في الساحة. شاك أونفون سور سون غوتي كل طفل خرج لو غوتي ديالو خرج الماكلة ديالو. إي سانستال دون ان كوان بور لو مونجي كل واحد جبد الماكله ديالو وجلس في واحد القنت باش ياكلو ياكل داك الماكله لو غوتي ابري لو غوتي لي في سو روغروب بور فير لي جو دو روند من بعد لو غوتي من بعد ما كلاو داك الاكل ديالهم البنات تجمعوا باش يلعبوا لي جو دو روند او بيان سوتي على كورد باش يلعبوا الالعاب ديال الدائره ولا كيلعبوا تنقز على الحبل صافي لي غارسون بريفير لي جو دو بورسويت كوم كاش كاش الذكور كيفضلوا اللعب ديال المطارده دو بورسويت بحال كاش كاش لي ماتر سيركول دون لا كور بور سيرفي لي زونفون بالنسبه للاساتذه كيدوروا في الساحه باش يسيرفيو اولا باش يحضيو الاطفال صافي بيانتو لا كلوش سون رن الجرس او سي ديجا لور دو روتورني اون كلاس او دابا الوقت ديال الدخول للقسم كريي لي زونفون ميكونتون هادي قالوها الاطفال هما ما فرحانيش عبد القادر فرحاني سي لوتور دو سو تيكست داكوغ هو اللي كتب لنا هاد لو تيكست سي بيان دونك دابا غادي نجاوبو على لي كيستيون بروبوزي دون لا كومبريونسيون دو ليكري سويف افيك موا لا كيستيون سي ريليف يعني استخرج منين من النص لو تيتر دو تيكست لو نوم دو لوتور يعني العنوان ديال النص وكذلك الاسم ديال الكاتب دونك العنوان هو هذا دون لا كور دو ريكرياسيون كيفاش غادي نجاوبو سنعرفو نجاوبو دونك لو تيتر دو تيكست اي دون لا كور دو ريكرياسيون دون لا كور دو ريكرياسيون بالنسبة لو نوم دو لوتور لوتور هو هذا بان نديرو لوتور نديرو سابيل يعني لوتور الكاتب اسمه عبد القادر فرحاني داكوغ C'est bien. Passons à la deuxième question. Où et quand se passe l'histoire? Fouqash ou meta ou qa'ad l'hadat hada. Donc, où, c'est-à-dire le mekan. Mekan. Ou quand, c'est-à-dire le zemen. Yani le waqt. Savez? Nisben où? Dans la cour de récréation. Fein. Fsahad el madrasa. Dans la cour
de récréation. Dans la cour de récréation. وبالنسبة للزمن اوكي يقول لك الي ديزور يعني العاشرة صافي دونك نديرو الي ديزور ديزور نديرو دو ماتان الصباح. لا سويفونت كيستيون لي غارسون بريفير لي جو يعني الاطفال يفضلون الالعاب واش الالعاب الفيديو ولا الالعاب المطاردة دو بورسويت ولا سوتي على كورد ولا ينقزو على الحبل. On va voir le texte, je vais le texte. Donc, après le goûter, les filles se regroupent pour faire les jeux de ronde ou sauter à la corde. Donc, les filles vont mal équilibrer ou sauter à la corde et les jeux de ronde. Les garçons préfèrent les jeux de poursuite. Je me la kaina kamel. Préfèrent les jeux de poursuite. Donc, je vais dire le. Donc, je vais cocher la deuxième réponse. Les garçons préfèrent les jeux de poursuite. Donc, les garçons. Les garçons préfèrent quoi? Et ils préfèrent les jeux de poursuite. De poursuite. D'accord? C'est bien. Passons à la quatrième question et la dernière question. Pourquoi les maîtres circulent dans la cour? Alash l'asatida kedoro saha dial mdrasa. Donc, il doit savoir ça, parce qu'il ou les enfants, aider ou les élèves. Donc, un chef le texte. Les maîtres circulent dans la cour pour surveiller les enfants. D'accord? Donc, les maîtres circulent dans la cour pour faire quoi? Pour surveiller les enfants. Pour surveiller les enfants. D'accord? Donc, Chili can indiquer de la vidéo, quand il reste la compréhension de l'écrit. Cinquième année de l'enseignement primaire. دائما ضمن الفروض الصفيه ديال المراقبه المستمره. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم الفروض والدروس بالنسبه لجميع المستويات الابتدائيه. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درتهم في القناه كاينين لي ليان في الديسكريبسيون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.